من أين أبدأ والمحامل كلها لك؟ يا مهيمن، يا مصور، يا صمد، احترت في أبهى المعاني أن تفي بجلال قدرك فاعتذرت ولم أزد. وصلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي الخاتم والإمام المعصوم والأسوة الحسنة والقدوة المثلى، أعظم هادي وأفضل حادي، صلى الله وسلم عليه. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وأنتم تشاركوننا حفلنا في افتتاح هذا الجامع المبارك، جامع المحروم، بعد الانتهاء من ترميمه وإعماره. بيوت الله خير الأرض تهوى بها الإيمان في صدق تجلى، ضيوف يحتفى فخرا ببيت، ضيوف الله بالإكرام أولى بها الإسلام يعلو في شموخ، فيا فوز الذي للذكر أعلى. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يقول الله في الحديث القدسي: إن بيوتي في الأرض المساجد وزوارها عمارها، فطوبى لرجل توضأ في بيته وزارني في بيتي. فحق على المزور أن يكرم زائره. يا رب فأكرمنا بما أنت أهله. فنحن الآن يا سادة ضيوف على أكرم الأكرمين ورب العالمين، وكلنا نطمع في كرمه ورحماته أن يتقبلنا في عباده المؤمنين، وأن يغفر لنا زلاتنا، وأن يستر لنا عوراتنا وعيوبنا، وأن يجمع شملنا ويوحد كلمتنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. السلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. سادتنا المسؤولين، شيوخنا الأفاضل، حضرات السادة الحضور والمستمعين الكرام، باسمي وباسم أهل الزهور نحييكم أجمل تحية، فأهلا وسهلا وطاب حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيتي من بيوت الرحمن وعلى مائدة القرآن، نرجو الله الغفران في هذه الساعة التي تتجلى فيها علينا رحمة الله. تربينا فيه وتربى فيه أجيال كثيرون، أنشئ قبل 55 سنة على نفقة الحاج جار الله محمد نور المحروق، وحضرنا افتتاحه وقرأنا فيه من القرآن ما تيسر. خطر فيه أول خطيب هو الشيخ محمد عمر رحمه الله، ثم الشيخ علي الشمالي أبو فاروق رحمه الله، وبعد ذلك استقل بالخطبة أحد طلاب العلم علي الخزرجي، وأنا الفقير كنت أدرس وأصلي إماما في هذا الجامع، فوقع علي الاختيار بالخطابة منذ عام 1980 وإلى يومنا هذا. الله نسأل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. توسع هذا الجامع قبل أكثر من
33 سنة أخذنا الفناء والغرف، وهذه التوسعة كما تشاهدون، وجاءت الهجمة البربرية الشرسة من التكفيريون، فدمروا ما دمروا فيه ونهبوا ما نهبوا فيه. والله هناك خزانتان في المكتبة من أمهات الكتب عمرها أكثر من 50 سنة، سرقوها ظلماً وعدواناً، وسرقوا محتويات الجامع، وخربوا الوالدات وسرقوها. ولكن الشر لا يمنع الخير، فمدت أيدي الخير من المتولين ومن عاونه من المحسنين، فعمروا هذا الجامع وأزالوا آثار داعش، ورجعت البركة كما كانت. هذا الجامع له تاريخ، خرج عشرات بل مئات القراء، السبعة والعشرة قراءة القرآن، وخرج عددا كبيرا من طلبة العلم والعلماء، وفيه أكبر مدرسة للميراث الفرائض، لقوله صلى الله عليه وسلم: نصف العلم الفرائض. ولكن الظلاميون والتكفيريون منعوا قراءة القرآن، ومنعوا التدريس، ومنعوا هذه الصدقة الجارية، ووافروا أقزام العقول أن الله سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سادتي الكرام، يقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وباليوم الآخر. الإعمار إنما هو إعماران: الإعمار الأول هو البنيان الذي سيشيد، وهذا مقدور عليه، بمقدور أي إنسان أن يمتلك المال القليل أن يشيد مسجدا كي يعبد الله عز وجل في هذا المكان. أما الإعمار الثاني وهو الأهم، هو الإعمار للمصلين، إعمار المساجد التي تأم وتشتكي إلى الله من خلوها من المصلين. المساجد حيث عمد تنظيم داعش المجرم بتشويه صورة المساجد، ورسم صورة خاطئة عند أذهان الناس أن المساجد لا تخرج إلا قتلة ومجرمين وسفلة، وحاشا ديور الله أن تخرج مثل هذا التنظيم. ودين الله بريء مما فعله هذا التنظيم المجرم، بل بيوت الله خرجت العباد والمساك والسهاد، خرجت العلماء والقادة، وخرجت المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى لنشر دعوة الله عز وجل. المساجد تؤم إخواني من قلة المصلين، ونسمع من الناس تركوا الصلاة في المساجد، وحين تتحدث معهم لماذا يقول تركت الصلاة؟ على قصد تنظيم داعش. وهل تنظيم داعش جاءنا ليعلمنا ديننا؟ أم جاءنا ليعلمنا أخلاقنا؟ أم جاءنا ليعلمنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما جاء به إلا السفك والقذف وتدمير بيوت الله عز وجل. إما أن يقول هو من خربها وسرق ما فيها ودمر ما فيها، وإما أن يقصف بالطائرات لأنه جعلها مأوى له ومأوى للمجرمين، فأعطى الطائرات
المساجد هدمت وقصفت وقتلت بسبب هذا التنظيم المجرم. فالله الله الله الله، صلاة الفجر تعن وتشتكي من المصلين، أين أنتم؟ تركوا الصلاة، ابتعدوا عنها. نحن اليوم بأمس الحاجة إلى العودة إلى الله عز وجل بعد أن من الله سبحانه وتعالى علينا وعلى أهل هذه المدينة الطيبة أن حرمهم من هذا التنظيم، بدل أن يعودوا إلى الله. عاد كثير من الناس من الابتعاد عن الله عز وجل. كان الإمام نافع رحمه الله تعالى كان أطهر الناس خلقا كما قال تلميذه قارون، ومن أحسن الناس براءة، وكان زاهدا جوادا رحمه الله تعالى. وقال المسيب قيل لنافع: ما أصبح وجهك وأحسن خلقك، أي أن وجهك صبوح ذو نور بهي. فقال رحمه الله تعالى: كيف لا أكون كذلك وقد صافحني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قرأت القرآن، أي في المنام. وكان نافع رحمه الله تعالى إذا جلس للإقراء شم منه رائحة المسك، فقالوا: يا إمام هل تعطرت؟ فقال: والله ما وضعت عطرا قط، وإنما رأيت رسول الله في المنام فقرأ في في القرآن، أي أن رسول الله قرأ في فم الإمام نافع القرآن، ومنذ ذلك الحين وفمه يشم منه رائحة المسك عليه رحمة الله تعالى ولإخوانه. مات الإمام نافع رحمه الله سنة 169 للهجرة، ودفن في البقيع، وقبره مجاور لقبر الإمام مالك عليهما رحمة الله تعالى. سئل الإمام مالك في يوم من الأيام في مسألة تتعلق بالقراءة، فقال الإمام مالك رحمه الله: اسألوا عن أهل كل علم، يعني اسألوا العلم عن أهل كل علم، أي أنكم عندما تسألون عن القراءة اسألوا أهل القرآن. فحيلوا هذا السؤال على الإمام نافع، فهو أعلم الناس بالقرآن الكريم عليه رحمة الله تعالى. الشيطان الرجيم.
حضرنا هذا اليوم حفل افتتاح جامع المحروق بعد إعادة إعمار وترميم المسجد الداخلي. الحقيقة اليوم نحن كدائرة وقف سني لدينا اهتمام في قضية الإعمار، إعمار البنيان وكذلك إعمار الإنسان، إعمار الفكر. نحاول أن نصحح مسار المساجد من خلال الدعوة الوسطية، من خلال المنهج الوسطي المتبع في دائرة الوقف السني. نحاول أن نسيطر على مساجدنا من أن تدخلها بعض الأفكار المسمومة التي تفرق أبناء هذا البلد. جادين حقيقة اليوم في متابعة عمل المساجد، وكذلك لدينا جدية في منع من يحاول أن يزرع الفرقة في أبناء البلد الواحد، وفي نفس الوقت لابد من وقفة من جميع أبناء الشعب العراقي لتجاوز هذه المحنة. اليوم يقع على عاتق التربية، ويقع على عاتق الأوقاف وعاتق الدوائر جميعا للنهوض بمحافظة نينوى من جديد والعودة إلى سابق عهدها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يجتمع المسلمون الآن في هذا المسجد المبارك جامع المحروق بعد الإتمام من إعماره وتزويقه، ونستمتع بقراءة القرآن في القراءات التي منعها داعش والتكفيريون، ومنعوا الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. وها نحن اليوم نعيش هذه الساعات المباركة لسماع القراءات السبعة والصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، ونستلهم من الشيوخ الأكارم ما يعطرون به أسماعنا في هذا الجمع المبارك. والله أسأل أن يستمر هذا الاجتماع وتستمر هذه اللقاءات في المساجد، وأن يعوضوا ما فاتهم في هذه السنوات العجاف التي دمر داعش الأفكار والمساجد ومنع كل خير فيها. والله أسأل أن يجمعنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نجتمع اليوم في جامع المحروق، واجتماعنا هذا كان لأسباب أربعة. السبب الأول هو إعادة افتتاح الجامع بعد حملة إعمار قام بها القائمون على هذا المسجد المبارك، وبالتعاون مع نخبة طيبة من المحسنين تقبل الله منهم. والسبب الثاني هو فكرة قيام أمسية قرآنية وإنشاء محفل قرآني في الموصل، حيث لم يكن في الموصل في سابق عهدها اهتمام علني بهذا الأمر كما هو الحال في مصر وبقية الدول، حيث يؤتى بقارئ ويقرأ ويأتون الناس ليسمعوا هذه التلاوة. واليوم الحمد لله قد قمنا بذلك في هذا المسجد المبارك. والسبب الثالث من أسباب قيام هذا الحفل المبارك هو تكريم ثلة مباركة من المشايخ والعلماء والفضلاء الذين قاموا بإقامة الاحتفالات للمولد النبوي الشريف في شهر ربيع الأول وشهر ربيع الثاني على مدى 30 حفلا أو يزيد في عموم مساجد الموصل في أيسرها وأيمنها. والسبب الرابع والأهم
وأن لا نريد أن تنقطع الموصل عن هذه الاحتفالات وهذه التجمعات المباركة التي هي مظنة نزول رحمات الله تعالى وسكناته سكينته وبركاته جل جلاله. آخر دعوان الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم حضرنا احتفالية افتتاحية جامع المحلوق في حي الزهور. الحمد لله هذا الجامع مليء بالمصلين، فقام مجموعة من الخيرين المحسنين بتعمير هذا الجامع تحت متابعة مديرية الأوقاف والشؤون الدينية في محافظة نينوى. هذه من أعظم التقربات إلى الله تبارك وتعالى، تعمير المساجد، وهي من التقربات الطيبة. اليوم مدينة الموصل مدينة المساجد تعود على سابق عهدها بعد التحرير ولله الحمد. اليوم نحن ننعم بالأمن والأمان، المصلين فرحين بهذا الأجواء الطيبة، خصوصا اليوم نحن ننعم باحتفالات طيبة، احتفالات المولد واحتفالات التحرير، واليوم احتفالات بعودة المساجد إلى سابق عهدها سواء بتعميرها أو بمصليها. فالحمد لله تبارك وتعالى على كل حال، ونشكر قناة الموصلية على متابعتها للنشاطات الدينية في محافظة نينوى، والحمد لله رب العالمين. الشيخ الدكتور فهد طلال الخالدي. إضافة إلى هذا، مديرية الوقف السني قد أصدرت كتاب شكر وتقدير للشيخ الدكتور فهد طلال الخالدي على جهوده التي بذلها في احتفالات المولد النبوي التي أقيمت في جوامع مساجد الموصل. نيابة عن الأستاذ أبو بكر كنعان قدم كتاب الشكر والتقدير، يعني شيء بسيط من مديرية الوقف السني لفضيلة الشيخ الدكتور فهد طلال، أسأل الله أن ينفع في الدنيا وفي الآخرة، يعني في ميزان حسناته إن شاء الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ أحمد هاشم عبد الرزاق الغرفري. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ أحمد راكان أحمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ يعرب صبحي طاهر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمود شكر محمود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ الدكتور ياسر محمد أمين النعيم. الشيخ مأمون يحيى ربنا فليتفضل مشكورا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد حازم شيخ الطائف. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى ذلك هنالك كتاب شكر وتقدير من مديرية الوقف السني الشيخ محمد عبد الله بتسليمه كتاب الشرف. يحيى قاصد المشهداني. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ حذيفة ياسين حامد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ أحمد عبد الغفور ناصر السجري. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ أمجد أحمد محمد زكي. الأستاذ عمار وعد شعبة الإعلام. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل على سيدنا محمد حتى ترضى، وصل عليه يا ربنا حتى يرضى.
صلي وسلم وبارك وانعم عليه حتى ترضى ويرضى بها عنا مولانا رب العالمين. اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلوبنا، مستور حياتنا، نور ابصارنا، ثقل موازيننا مولانا رب العالمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار. اللهم اجعله شافعا مشفعا فينا مولانا رب العالمين. اللهم ارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار لعلك ترضى. اللهم اجمعنا دائما وابدا على حبك وعلى حب نبيك وعلى تلاوه كتابك والتامل فيه مولانا رب العالمين. اجعلنا من الذين قلت فيهم كونوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم بدل سيئاتنا حسنات واغفر لنا ما مضى وما هو آت. اللهم بدل سيئاتنا حسنات واغفر لنا ما مضى وما هو آت. اللهم بدل سيئاتنا حسنات واغفر لنا ما مضى وما هو آت. اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا، جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ارحمنا بالقرآن وبأهل القرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن وبأهل القرآن. علمنا على لسان نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم يا مولانا يا خالقنا، ارزقنا أولادا تالين للقرآن، عاملين بالقرآن، متأملين في القرآن، حافظين للقرآن مولانا رب العالمين، مولانا رب العالمين. آمين.